اليوم تم افتتاح مصرف رافدين فرع برطلة للبدء بالعمل المصرفي واستلام كافة معاملات المواطنين من إيداعات نقدية، من فتح حسابات جارية وتوفير سفاتج وما إلى ذلك، بالإضافة إلى فتح حسابات جارية لكافة دوائر الدولة واستقبال إيداعات الدوائر. نعم، تم استقبال المواطنين اليوم وتم إنجاز معاملاتهم، بالأخص المواطنين اللي يراجعون دائرة المنتجات النفطية تم إنجاز عدد من السفاتج، وإحنا مستمرين بالعمل نستقبل أي مواطن أو أي دائرة لغرض الإنجاز الأعمال المناطة بنا. أعمال المستقبلية، كافة الأعمال المصرفية راح ننجزها إن شاء الله للمواطنين ولدوائر الدولة، سواء كانت فتح حسابات جارية أو توفير أو ودائع ثابتة أو حوالات أو وكذلك للدوائر الدولة، كافة الأمور اللي تتطلبها دوائر الدولة من فتح حسابات جارية أو توفير. هذا أول يوم إحنا نباشر بالعمل المصرفي، وإحنا مشتاق جدا للعمل المصرفي، وإن شاء الله نعمل من أجل خدمة المصرف وخدمة المنطقة بكل ما نملك من دبلوماسية عالية وحرص شديد على المصرف وعلى الموظفين وعلى الزبائن كذلك. نشتغل حسابات جارية، حسابات توفير، إصدار سفاتج، تسهيلات قروض، كل هاي الأعمال، والحمد لله والشكر إن شاء الله ربنا يوفقنا إن شاء الله. تم بعون الله اليوم فتح مصرف الرافدين فرع برطلة، وتم استقبال زبائن بكافة أنواع المعاملات المصرفية، من ضمنها تم استقبال زبائن لعمل سفاتج، صكوك السفاتج، وإن شاء الله سيتم افتتاح الشعب الأخرى وفتح جميع الأعمال المصرفية ودفع جميع رواتب موظفي الدولة واستقبال دوائر الدولة كافة. اليوم أول يوم افتتاح، فيعني أول من استقبلنا زبائن، تم عمل سفاتج لهم لدوائر الدولة لدائرة النفطية، فمستقبلا إن شاء الله سيتم فتح جميع الشعب. طبعا اليوم احنا افتتحنا فرع برطلة واستقبلنا الزبائن، فتحنا قسم السفاتج، واحتمال للأيام القادمة نفتتح بقية الأقسام، وإن شاء الله نبشر المواطنين أن حقوقهم مضمونة بالمصارف. بالمستقبل إن شاء الله يعني نتطور أكثر ونمشي بقية صحة الصدور والأشغال المتعلقة بالسفاتج والحوالات، وإن شاء الله مع بقية المحافظات. أكيد يساعد على استعجال العمليات المصرفية. لا بعد لحد الآن ما أجانا أمر، إن شاء الله يجينا الأمر الموافقات على ما توصل للفرع وإحنا نباشر بيها، إحنا بخدمة المواطنين.